میں دعوت خطاب دے رہا ہوں حضرت مولانا عبدالحکیم صاحب کو. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا وحبيبنا محمد وعلى آله وصحبه. أما بعد، فيقول الله تبارك وتعالى: ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين. ويقول الرسول الكريم صلى الله عليه وسلم: أنا خاتم النبيين لا نبي بعدي. فضيلة الشيوخ وعلماء العظام وإخواننا في الله، نحن في مؤتمر عظيم عظيم مبارك، في مؤتمر سيرة سيدنا خاتم النبيين صلوات الله وسلامه عليه. ولنا في هذه المشاركة سعادة عظيمة عن دفاع سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم من الكذابين الدجالين المرتدين، كما بين لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم واضحا أنه سيكون في أمتي كذابون ثلاثون كلهم يزعم أنه نبي وأنا خاتم النبيين لا نبي بعدي. ألا أيها الناس، إن دعوى النبوة بعد نبينا محمد صلى الله عليه وسلم كفر بإجماع الأمة، ومن اعتقد وحيا بعد محمد صلى الله عليه وسلم كفر بإجماع المسلمين. صار الإجماع من القرن الأول إلى يومنا هذا من مسيلمة الكذاب إلى مسيلمة البنجاب، فهو كذاب دجال كافر مرتد وخارج عن دائرة الإسلام بلا ريب ولا شك. وهكذا كل من يتبع أحدا منهم كافر كذاب مرتد ويتبع سنة النبي صلى الله عليه وسلم. فعلينا أيها الإخوة، هذه كل من اتبع أحدا منهم كافر كذاب مرتد بنصوص من الكتاب والسنة، فعلينا نمتثل أوامر الله تبارك وتعالى ونتبع سنة النبي صلى الله عليه وسلم. اللهم اجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.